بلادي 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 لك حبي وفؤادي. شنو السبب اللي ما يخليني أقعد برا؟ يا جماعة كمية الحشرات شيء مو طبيعي، فشيء مؤذي يعني، خاصة النامس والقراد. المكان فيه قراد، أنا متأكد، لأن فيه زبايل، في عرفتوا تمر حيوانات هني، كلاب قطط، فالقعدة برا مؤذية جدا. فأحاول قد ما أقدر أني أتم بالسيارة لغاية ما تطلع الشمس. طبعا هالأشياء كلها تختفي إذا شد البرد، لكن حاليا هذا أنسب جو للحشرات هذه، بحيث أنها تتكاثر وتنشط. أنا إلى الآن ما تواصل وياي المدير اللي بيطلع ويانا، لكن أنتظر اتصال منه لعل وعسى ان خيره يعني. فالحمد لله على كل حال. بالمناسبه في ميزه الستوري مثل ما شرحت لكم، انا شغلتها على اليوتيوب، تقدرون تدشون وتشوفون الستوري. شيء ممتاز للأمانة، لكن لا زال البرنامج محتاج تحديثات، مو نفس الانستغرام والسناب شات والبرامج هذه أو الفيسبوك، بسبب رداءة طريقة التصوير. يعني فكرة التصوير هي موجودة أوكي كفكرة حاطينها لك، لكن للحين كنسخة بيتا أو نسخة تجريبية، فهي قيد التطوير. وأنا بانتظار يعني اليوتيوب الأمانة يطورونها، لأن الوضع تعيس جدا. تخيل أنت 15 ثانية تصور بعدين تطلع، يطلع يعني ما في تصوير متتابع. قاعد أشوف الانستغرام، اليوم اتصل علي الصقران، نسيت اسمه، ما فيصل او سعود الصقران شيء كذي، من الشباب اللي يتابعون القناة والله يحفظه. يعني كلامه كان جدا مشجع، جدا طيب، شيء طيب يعني، الحمد لله رب العالمين. بعد تابع ستوري محمد الكندري، بس قاعد يسوي شاي، يسوي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فنخليكم الحين. تحياتي للجميع وشكرا لكل كلامكم الطيب. لا تنسونا طال عمرك من اللايك والشير والسبسكرايب، ترى الطلعات هي عشانكم، عشان تستمتعون تستفيدون. انا يعني شفت كل برامج الصيد، مو معطيني شيء طيب يعني اليوم وبكره. ف يعني انا مو متفائل بالصيد، يعني الضلعه موجوده لكن غيرها ما بين شيء علي اليوم. لعل وعسى باكر يعني ان شاء الله نصيد. والبرنامج هذا يعني مهما يعني كانت عليه دراسات وعليه هذا، ما الرازق الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، تصبحون على خير. شيء مرتب، شيء لذيذ. وهذا الزنجبيل، شرايح الزنجبيل والخضر هذا، ما ايش اسمه، اسمه كذي ساشيمي شيء كذي اسمه. المهم ف
فخلوني اكل هذا عشاي. اي هلا هلا بالشباب. اي هذه الوجبة لذيذة يا جماعة، احبها لانها خفيفة ومفيدة جدا، فيها خضار وفيها سمك وفيها عيش اللي هو كربوهيدرات، فيها طحالب، شيء لذيذ يعني. هذه الستيكس تسحبهم، شوف ها سحبناه، هذا الثاني، ايوه. الحين كل حبة من هذيل احط عليها شريحة زنجبيل وشوية من هذا. هذا طبعا الزنجبيل طريقته ما ادري شو مسوينه، مخللينه او المهم انه شيء لذيذ. ها شوفوا كل قطعة احط عليها شوية زنجبيل. ها 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 جماعة لذيذ، احب انا الزنجبيل. ها 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 ربعي كلمتهم توه فبلغوني انه راح يتحركون الساعة 10 من الديرة، يعني يوصلون هني تقول الساعة 11. شوفوا هذا الاخضر شغلة نفس الزنجبيل او الجينسينج، شوفوا تاخذ شوية بس لانه شيء ما تقدر تاكله قوي حيل. فهو هذا ميكس مع الزنجبيل لذيذ جماعة. هذه طايح فيها الوجبة صار لي كم شهر والله. ايوه هذه اخر قطعة خليها حق اخر لقمة عشان تي طيب الاكل. ايه ها خلصنا هذا. الحين هذا الصوص هذا طبعا شنو تسوي؟ شوف اول واحدة تاكلها بدون صوص بس بالصوي، شوف كذي ها ما تحط واجد، طرف بس. طعم السمك والكباقب والربيان مع البيض، طبعا البيض هو الشيء الوحيد اللي ني، الباقي كله مطبوخ.
هلا هلا هذيل ربعي وصلوا، يا حياكم الله. يا صباح الورد، شلونك؟ كيف حالك؟ طيب الله يحفظك. الحمد لله عملي تمام. ابو كريم الله يعطيك العافية. محمد الحسيني استاذنا الفاضل حبيبي ابو صالح، جمهورية مصر العربية، صديقي العزيز والغالي. الله يخليك. الله يحفظك. من ويانا بعد هذا ذاك اليوم شايفه انا صح؟ اه حسام. اي حسام شنو؟ اي ماي مشكور. خل واحدة نتخلي معك. لا بخلي اكيد اكيد. الله يعطيك العافية عدلي الاوت باك. انت الحين الليدر، دام معك ريمارين خلاص انت الليدر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. والله ما في شيء، حاولت اني اجرب ترى هذا كل المكان جربت اني ما في شيء اليوم. بس ان شاء الله هناك نروح. في احد بعد جاي ولا؟ اه مقيدين الشباب. جاي مسافة طويلة. السلام عليكم. سلام، هلا بالطيب. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. الله يحييك. يا جماعة ده ابو صالح، انا طبعا غني عن التعريف، اشهر من نار على العالم. الله يحفظك يا ابو كريم. بطلع معاه صديقي الغالي، صديقي العزيز. الله يحفظك. يلا حول. الشباب راح يعرفون المكان ولا يتواصلون معاك؟ هو معي على سلك انا قايله. بس خلاص. هتطلع على فين الحين؟ الحالة؟ لا مو الحالة، قبل الحالة. اوكي. يلا توكلنا على الله. بسم الله. هلا بالشباب، يا حياكم الله. كابتن احمد طرابلسي. دكتور رشاد. الله يعطيكم العافية. قواكم الله، كيف حالك؟ يا حياكم الله، تشرفنا حبيبي. الله يحفظك يا رب بالتوفيق. وهذا البش مهندس عادل، طبعا ننتظره يوصل. هذا كنا مركب ماكينه ولا يتراوالي؟ انا اشوف بس المفروض اسرع منكم يعني. هذا طبعا ملك الاختراعات، جلانات ماي، مسوي له ستابلايزر ومركب عليهم ماكينه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا ابو صالح. ابو صالح عرفك عليك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ عليكم. عليكم السلام. اخبارك؟ صلاتي على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، غواصه. إيه؟ الله يعطيك العافيه. الله يحفظك يا رب، فنان صراحه ما شاء الله عليك. الله يحفظك، كيف حالك؟ المهم اللي انا هطلع في اليوتيوب النهارده. لا مش النهارده بس ان شاء الله. يلا في احد تبي تسلم عليه؟ انا بسلم على كل اخواني الصيادين وخاصه اللي عندهم كاكات. الله يعطيك العافيه. اللي ما عندوش كاكات واخر عننا شويه. والله انك زعيم. العمق كام يا حبيبي؟ 7 متر ونص. والله ما ادري انه ضارب، ما ادري. اسحب فاضي بعدين يرجع مره ثانيه ضرب. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا طيب. طيب يا طيب، وينك؟ تكفى لا تكفى يا ابو صالح. فالم ناشبه الجزه، شوفونا يا الربع. بارك الله الحكم الحق ابو صالح من خياشيمه. خياشيم منو؟ معك البريد؟ ايه ايه. شوف تبارك الله تبارك الله. الله يعطيك العافية يا أبو كريم. شنو هالقوع المكان الطيب يا أبو كريم؟ شنو هالمكان الطيب؟ شوف شوف الحجم، شوف ما شاء الله. أصلي أصلي أصلي، هذا بركات أبو كريم. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أهلا بالأصلي. شوفونا يا الربع، هذا الأصلي.
نوقف نريح على هالحالة. ما شاء الله شوفوا الجو، ولا كنك بالكويت. واو والله متر تحتي، عبالي ما في عمق. شوف ما شاء الله ما شاء الله، هذه تبين اذا قصت المايه تبين. احنا نبي هناك شيب هذاك، نبي القصار اللي فوقه. نوقف الري. طبعا هذول ربعي توهم يوصلون، مو لاني اسرع منهم، لا اعرف الاسئله هذه، لا مو لاني اسرع منهم، بس لانهم وقفوا يصيدون وانا كملت. لوني راح يشوف ابو كريم، شوف الانطباع الاول عن هالمكان. الله يعطيك العافية. ازاي؟ ايه رايك بزمتك؟ ايه رايك؟ انا بص، انت مش في هواي، انت في الكويت. انا ديتك فين لو ما صدت النهارده شيء؟ ايه لو ما صدت الشيء المكان ده يتفين. طلع ذاك مصطفى، الله يحفظك حبيبي. لا مكان جميل، بسم الله. ايه رايك؟ سبحان الله. لا روعه 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 روعه. تعال روعة شوف روعة. شوف صوف صفاوه الماي، بسم الله ما شاء الله. تعال شوف، من اجمل الاماكن اللي بالكويت. وللاسف للاسف للاسف ان يعني تتعرض لاتلاف عمدي من قبل الشباب. من اجمل الاماكن اللي بالكويت هذا راس الزور، هذه حاله الزور. طبعا على فكره ترى عندنا ساعه بس راح تختفي هذه. ايوه ما احنا شايفين الارض هنا طالعه واحنا جايين. ايوه بالضبط اختفت، فانا قلت لهم نلحق عشان نتصور اصلا. اي فانا جايبكم عشان اللي بيرتاح، اللي بيصور، اللي بياكل، بعدين بنصعد فوق عند الشيب. ايه لا لا تمام، مكان روعه روعه روعه. الله يعطيك العافيه، عليك بالعافيه ابو كريم. طبعا هذيل الشباب، اول شيء اعرفكم على نفسي، اخوكم شاري العبدلي. اذا انت ما تتابع القناه، انت قاعد تشوف قناه صيد وتعليم ووناسه وفله واصدقاء. الله يعطيكم العافيه. هني ربعي، هذا ابو كريم العزيز الغالي، وباقي الاصدقاء كلنا طالعين كيكات. تعال بوريك شيء اول مره اشوفه بحياتي. شوف شوف، انا اشوفه دائم بالتصوير لكن اول مره اشوفه. شوف الله، شوف شوف هذا اللي يطلع. أيوة يمشي. أيوة عرفته. آه آه آه. نفس السلطعون. شوف شوف يا جماعه هذا، سبحان الله. انا ما ادري شنو اسمه لكن اول مره اشوفه بحياتي، كله اشوفه بالتصوير وكذي، بس هذا اول مره اشوفه. جميل، شوف الالوان، شوف البنفسجي، غريبه الوانه، برتقالي وبنفسجي. سبحان الله سبحان الخالق، شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. صراحه من اجمل الاماكن اللي بالكويت، واللي للاسف للاسف ما فيه اهتمام. يعني على الاقل انت يشتغل سياحيا على فكره. والله العظيم من اجمل الاماكن اللي موجوده بالكويت. لا تشوفون صفاوة الماء، شوفوا يا جماعة كريستال كلير. ها شوفوا ما شاء الله، شوفوا هني يلتقي التيار الشمالي والجنوبي. طبعا شنو الفرق؟ تيار السجي مع الهواء، مع موي الهواء، فيدعمون بعض. لو تلاحظون هناك راح يكون أوضح، لو تشوفون هناك أوضح، شوفوا يدعمون بعض. سبحان الله مكان جميل جدا. خلونا ناخذ لنا سناك، نعبي باور ونطلع نجاب العاد اللفاح. تبارك الله، كانت استراحة ممتعة، يعني ساعة كاملة استمتعنا استمتعنا. الماي بارد والجو لطيف والمكان نظيف، بس يبي له اهتمام، شوية اهتمام من جانب يعني الأخوة المختصين ذوي الاختصاص، الحكومة. أنا ما أدري منه بالضبط، لكن يبي له المكان، يبي له اهتمام للأمانة.
مكان رائع جدا. اقفل الادراك، يلا يلا روح. اوب ايه يبا الشعر الزين، ايه يبا ايه. هارد بيت هارد بيت. طبعا الشباب اول مره يجون هالمكان، عشان كذي قاعد انبههم بس مو اكثر يعني. طبعا هذا الشعري، انت ساعدني بعد الله يهديك. واحد اثنين ثلاث، ما شاء الله. اي هذا الشعر الزين، تعال هنا ما شاء الله تبارك الله على الجرك بيت. وين الجرب؟ جرب جرب كثر قشاني كثره ما شاء الله تبارك الله. هذا شعري الجرك بيت من ايكو جير، شعري زور، اللهم لك الحمد. ها نغسله نحطه هني، انت برقوله. ها خلاص خلاص بهدك بهدك، ما راح اقرب لك كلش. يا الربع نزلت بليد وما ادري شنو القوع تحتي، ما ادري شنو ضرب علي شيء، ما ادري شنو خم هذا خم. هذا شنو هذا شنو هذا شنو شعري ما شاء الله ما شاء الله. تعال الحين ما عندي مشكلة، خله جوهونا يا الربع. المشكلة ما اقدر ادق على الربع لانه ما عندي تليفوني طافي. ها شوفوا الحجم الفاخر هذا على البليد. ها تشوفونه. طبعا البليد هذا ما اعرف لا اسمه ولا اعرف ايش اسمه، يوم ونرن اسمه كذي تشوفونه. ها هذا العربي الاصلي السمين، شوفوا شوفوا شوف تبارك الله على البليد. ها الحين غسل ايدي طال عمرك ورد وننزل هذا مره ثانيه، شكله خوش مكان. انا عمياني كذي كان اقول خلينا ننزل شو اسمه Thank you.
تعال تعال، هذا الثاني تبارك الله خوش مكان. ها تعال 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 تعال، هذا صغير هذا صغير. زين 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 زين، خلاص خلاص خلاص، صبر خلنا نتفاهم، علم ابوي. يلا روح روح، ومتعلم علي ان في واحد قاعد يصيد فوق، وهو ما يقول واحد قاعد يصيد، يقول مشاري فوق. دير بالكم لا احد يطلع، مشاري هني يا جماعه. ما شاء الله تبارك الله. ها الربع، هذا الشعر الثاني، هذا الاول. ها شوفوه، طبعا بينهم ثلاثه رديتهم كلهم صغار على البليد، كله على البليد. بس الغريب مو الشعري، الغريب شفت اليريور اللي وراه. كان يبي والله لو قارمه كان رديته بحر انا، ما عاد ما اكله اذا قارمه يريور ما اكله. بس يعني موقف غريب، عندنا صغير اليريور ما كان كبير، وما كان هذا البلاك تيب. لو البلاك تيب كان تمنيت اني صايده، بس كان هذا ما ادري شنو اسمه الثاني، صير لونه بني.
خلينا نجرب ننزل جيك. شوف 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 الصنق ايه اللي لاحقه كم، وانا اقول يا ريور طلعت. شوف الصنق يا الربع، شوفون الصنق على الليدر اللي لاحق الشعري كم، وانا اقول يا ريور طلع. اخرب بيته المهم عاد هذا 40 جرام يعني راح يسوي لهم تشلو بلو سريع سريع. خلص ارد مكاني، خلنا ارد الشعار يحطون بال هلا يا الربع. هذا على جيك 40 جرام، ما ادري هذا شنو شعري. ما شاء الله شوف الحجم شوف الحجم شوف الحجم شوف الحجم شوف الحجم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا على 40 جرام طبعا الاسيستات اللي اكثر اسيستات احبهم اللي هم شوركاتش جماعه مالهم حل. هذول الاسيستات مالهم حل. شوف الشعري شوف ما شاء الله تبارك الله. هذا شيخ الشعاري تشوفونه، شيخ الشعاري هذا. خلوني بسرعه قبل ان اخر على القوعه. شو حمره ثانيه سجيك.
اقعد بيطلع ما راح اطلعك انت. ربعي ما ادري وين راحوا للحين هناك على القصار. والله تصدقون منه مشكله انه ما عندي شحن. بسم الله يا رب ارزقنا يا رب يا رب ارزقنا غير هالشعري. نبي لنا شيء عاد ملكي على قولتهم ختامها. ها خلاص اليوم اليوم واحد ولا اثنين؟ اثنين اليوم، اثنين 11، اثنين نوفمبر. يعني تقريبا خلاص خلص. تعال تعال يا جماعة كتفي اليمين شب علي. تعال 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 يا حبيبي تعال. خلنا نشوفك. للحين ما شفتك، لا تدش تحت هذا. ما شاء الله خوش شعري هذا. هذا خوش شعري. شوفوا شوفوا اخو اللي توه. شوفوا شوفوا ايش بليه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. شوف شوف تبارك الله. شوف يا جماعة اوه اقعد اقعد. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هذا اهداء خاص حق في واحد. اوه طاحت سناتي. لا ماكينتي تكفى. لا لا ما عندي فلوس اشتري. تكفى لا. وين الماء الحلو؟ ما شاء الله تبارك الله يا جماعة. شوف شوف ايه يا هلا يا هلا. شفت الشعاري يا الربع؟ ما شاء الله تبارك الله توفيق من الله سبحانه وتعالى. قسما بالله لا مكان أدلة ولا شيء. ولك عشوائي. عشوائي. تعرف شو عشوائي؟ بس أكدت المكان من اول مرة صدت فيه. لحظة هذا لا يلف يوهقني. اوهو هذه اكثر شيء ينرفزني بالجيجينج هذه سالفة الخيط. انه ما شاء الله تبارك الله توفيق من الله. خوش عادي صدتهم ممتازين. انا عن نفسي استمتعت استمتعت. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم اللهم لك الحمد. خلونا نرجع. شوف ترى عشوائي. ها عشوائي بس قاعد اكد اقول يعني كل شوي اوكي التسميره سرعتها كذي راح توصلني يعني تبعدني هالكثر وارجع يعني 20 متر هالحروه. والله يا ابو كريم طافك يا ابو كريم صراحه. انا
كان ودي انك تكون معاي، بس سبحان الله يعني شوف هم قعدوا عند القصار، في شعاري صغار، في جيش، في يعني في صيد، مو ما في صيد ما راح يوقف، بس شوفوا شلون مكان عشوائي 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 كذي. جيت كان اقرر قلت يلا خلاص خلنا ننزل بليد، اول ما نزلت بليد دبوف ولا شعري ما شاء الله، كان اكبر واحط له جيك دبوف ولا شعري اكبر، وبعده ولا شعري اكبر، يعني شوفوا ارزاق سبحان الله سبحان الله. والله اني اتمناهم معي ربعي، اتمنى انهم معي، المشكله انهم ما يسمعوني والتليفون عندي كتره، ماك فايدة من تليفوني. كذي اتوقع زين. بعد شوي بعد شوي. يا رب ان شاء الله يا انه يتم يعني ما يصير اسوأ الجو، او انه يتحسن، لكن مشكلة اذا صار اسوأ للامانة انا من الناس راح اتوهق، لاني بعيد ترى بعيد 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 حيل عن السيف. يلا يا رب 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 يلا يا رب، نبي الشيء اللي يخلي ايدي تشنج. بسم الله استخدم جيك نوماد. يا رب ماكينتي هذه ما تخرب، ما عندي الا هي. ايه في شيء يضربها، ها طبعا شرح عايدة 20 مرة، لكن اشرحها حق الاخوة الجدد اللي اول مرة يتابعون القناة. هذا الباراشوت مهم جدا، اي عشان الهواء، الهواء اتجاهه كذي، احط الباراشوت يخفف سرعة. تعال شنو هذا متعربك؟ طال 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 لقافة، طال جماعة طال، شنو هذا؟ هذه صديقة واحد من الربع، سألته شنو الاسم تشتشا، يقول لي تشلو بلو. صج والله تشلو بلو، صدت عليه بس ما أدري شنو شنو صايد بحارة. أوه في شيء تحته، أوف جماعة شيء عبر تحت الشعري. والله ما ادري شنو. شوف هذا جيك هذا نوماد، والله يا شي مر تحت الشعري شطفه، بس اتوقع كم ايه ها قاعد الميادير فوق بعيده طويل البروفايل الجيك، فقاعد ياكلون الجيك. اتوقع هذا لو تحط له بعد اسيستات هذيل اطوال اطول مال سلو جيك هذه.
ايه نغير، صدنا عليه صح؟ خلينا نغير نجيب شيء. هذا صدنا عليه، هذا ما صدنا عليه. لا خلنا ننزل البرتقاني. البرتقاني هذا صدت عليه البالول، خلينا نشوفه. صح بالول ها؟ كنا عليه هو ولا غيره؟ يلا خلينا نشوف. بسم الله. صراحة القصبة هذه ممتعة يعني. لا شو صار؟ شوف قصبة ممتعة يعني، قاعد استخدم الأربعين والستين والثمانين كني مو قاعد استخدم جيك كلش. تعال وين رايح؟ تعال شوفوا ما شاء الله. هذا هذه خوش قصبة للأمانة، أنا مستمتع. شو أوخ إي ضلعة وراها. شو طقة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا تعال فوق ما شاء الله، هذا الأصلي شوفونه ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. الضلعة ليش؟ ويل قلبي على الضلعة. اي تعال تعال قاعدي قاعدي يا جماعة، انا من اشوف الضلعة قلبي يعورني، ما اتحمل. هذا الشيء الثاني تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا سبحان الله، كل ما رديت بحر الله رزقني بشيء اكبر واحلى. شوفوا الحين برد هذا، شوف شنو بنصيب. اقعد يا ولد، يوه هذا واحد تبطل، الثاني روح. تبارك الرحمن يا جماعة، شوفوا يدي ها، تبارك الرحمن. هذه جشة طيبة، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تشوفونها ها. يبينا بعد ثلاث منها، عشان انا الحين خلاص صرت اتفنن. البالول طبخة، اليذاعي طبخة، والشعاري طبخة، والجش طبخة. يعني ما يصير احط كذي جش مع شعري مع بعض ما ادري شنو، ما يصير. آه.
ما شاء الله هذه ضلعة على الجق تونس يا أخي وبس وياها رأس والله شوفوا شوفوا على الداميكي الباك دروب ركبت سين بعد ها شوفوها ايوه على طول نزل اخوي نزل ما في مجال خله تلبط الباكر داميكي 80 جرام باك دروب ابيض مخطط فضي مخطط بابيض دقيت على الشباب هذا لهم قربوا اوه كاي هذه الشنحة هذه الشنحة بسم الله تعالي تشوفون شوفوا الماكينة هذه تعالي تعالي بسم الله يا رب يا رب يا رب نبيها يا رب يا رب يا رب يا رب على الداميكي باك دروب 80 جرام والله ما ادري اتوقع تنعده اذا مو تنعده ضلعه يمكن اوه تعالي خلها تتعب دام كياك الفايت لي دام مو طراد ومو قاطسن الفايت لي تعالي تعالي برا تعالي خلنا اشوف الكاميرا شغالة ولا طافية ترى ما ادري كبره شوف شوف منقسي وين الله شوش كبره يا جماعة لا منقسي شوش كبره على 80 جرام يا جماعة ضارب على 80 جرام شوف بدز صوبك وبس بالابلاير بس افتح الميدار شوفوا بس ضربة بنت ايه شوفونه شوف 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 ياو هذا المنقسي الاصلي التايجر ها والله نفس طعم الكم الكنعد فيليه ما في عظمه هالكبر بس عاد ما نبي عشان ما يزعلون ربعنا ما نبي جاي صوبك بس بلايرك صغير امسك الليدر ايوه بس بلا بلاير ابو كريم ما عليك امر تشكر لا ايوه السلام عليك مشكور بس الجو كل ماله يزيد سوء شوف 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 واو الجو كل ماله يزيد سوء وراح يزيد الهواء ويشد بس كافي عندك لا تروح داخل هني تنعد قصف
الربع شوفوا شوف بكريمة شوف شوفوا شلون يختفي داخل الموجة. شوفوا اللي جنبه بعد جماعة الموج قاعد يرتفع وهواء شد. طبعا اذا انت بطراد هذا الموج هذا ما راح يأثر عليك ولا الهواء هذا، لكن كايك لا والله في تأثير وتأثير وخطر جدا. يعني انا خاصة الشباب يعني ما ادري منو اللي يسبح صح منو اللي ما يسبح منو اللي يعني، فلذلك بسبب سوء الأحوال الجوية قررت اني اسحب الشباب ونطلع نكنسل الطلعة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، اتمنى ان انتوا استمتعتوا معاي بالحلقة هذه والصيد. اللهم لك الحمد، صدنا واستمتعنا واستانسنا، لكن الجو امر الهي يعني من رب العالمين، فمو بيدنا هالشيء. الله يعطيكم العافية وقواكم الله. الربع شوفوا شوف بكريمة شوفوا شلون يختفي داخل الموجة. شوفوا اللي جنبه بعد جماعة الموج قاعد يرتفع وهواء شد. طبعا اذا انت بطراد هذا الموج هذا ما راح يأثر عليك ولا الهواء هذا، لكن كايك لا والله في تأثير وتأثير وخطر جدا. يعني انا خاصة الشباب يعني ما ادري منو اللي يسبح صح منو اللي ما يسبح منو اللي يعني. طبعا يا الربع انا وبكريم اوتباك 2019، الكايك الاصفر هذا اللي هني اللي مع الطرابلسي 2016 اعتقد اوتباك، هذا ما شاء الله اللي مع الدكتور رشاد كاياك كومبس. لكن في ميزة لا بكاياكي ولا بالكاياكات هذه يا جماعة، سريع شوف 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 ولا واصل ما شاء الله تبارك الله عليه، خوش كاياك، سرعته طيبة سرعته طيبة، عاشوا عاشوا. طبعا هني وياي صديقي واخوي العزيز ابو كريم الكابتن محمد الحسيني من خيرة الشباب اللي انا تعرفت عليهم بالامانة، وانا اتشرف في معرفته. استمتعت اليوم، استمتعنا اليوم طلعة، لكن الجو عاد شيء مو بيدنا، لكن الحمد لله رب العالمين استمتعنا واستانسنا وصدنا وكيفنا. اهم شيء انه تطلع مستانس، يعني مو لازم ترى الصيد رزق، وانت لما تطلع انت طالع تغير جو يعني سواء صدت ولا ما صدت، والحمد لله على كل حال. الله يعطيك العافية يا ابو كريم وقواك الله وشرفنا طال عمرك. الله يحفظك، الحين طال عمرك نتوجه ولنا طلعات جاية ان شاء الله. الحين متوجهين مكاننا مكان المبيت، احنا انا وابو كريم. ليش ابو كريم معاه الراديو اللي هو اللاسلكي، وهناك دكتور رشاد واحمد الطرابلسي وشنو اسمه الثالث حسام والاخ حسام. طبعا الاخ حسام اللي ما يعرفه بس اذكركم، هذا اللي طلع وياي الطلعه اللي طافت او اللي قبلها، لا اللي قبلها الحلقة مو اللي طافت اللي قبلها، اللي اخترب عنده جهاز توجيه صلحه وطلع ويانا اليوم. فالأمانة من خيرة الشباب وقروب، أنا الأمانة استمتعت وتشرفت إن أنا أطلع وياهم، استكشفنا كذا نقطة كذا مكان أول مرة نوصله بالكاياك. اللهم لك الحمد، في تعب لكن صراحة شيء ممتع شيء ممتع، اللهم لك الحمد. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله تالي لوصلنا السيف. طبعا من هني للسيف تقريبا 7 كيلو الى 8 كيلو. شكرا وتحياتي للجميع، اخوكم شارل العبدلي، ودعواتكم لنا بالتوفيق. لا تنسون لايك شير سبسكرايب. طبعا ابو كريم مريح ويجدف اموره طيبه، وهني الدكتور رشاد الله يعطيك العافيه قواك الله، هني شباب الله يحفظك يا رب.
متوجهين لسياراتنا. هلا بالكابتن. هلا يا طيب. بسم الله ما شاء الله. عرفكم الحين على الشباب مرة ثانية بدون ماسك. دكتور الله يحفظك، كيف حالك دكتور رشاد؟ الله يعطيك العافية. شو طلعة؟ الحمد لله زي الفل. استمتعت؟ جميلة جميلة أكيد. هذا أهم شيء، أهم شيء إنك راضي ومستمتع. الله يعطيك العافية كابتن. كيف حالك؟ شو طلعة؟ انت تتكلم نص مصري نص سوري، في شيء هذا؟ ها نص ونص والله. انت مصري ولا سوري؟ لا مصري. والنعم والله. الله يحفظك. استمتعت زي الفل، اهم شيء. الحمد لله. في احد ويا ابو كريم ما يستانس؟ الله يحفظك. سامحنا على القصور. لا ابدا، اهم شيء انك مستمتع. لا الحمد لله. الله يحفظك يا رب. لا تحيه لك حبيبي حبيبي. عاش ملك الصيني، يعطيك العافيه. يو شو العربان الصح هذه ما شاء الله. يعطيك العافيه. قواك الله. الله يعافيك. شلونك؟ تمام الحمد لله. حسام صح؟ اي حسام. استانست؟ اي والله. هذا اهم شيء. اول مره بحياتي اسويها. استانست؟ شفت المسافه شلون؟ اي 25 كيلو. 25 كيلو. يا جماعه قبل شوي اقول لكم 19 20 اسمعوا كم؟ 25 كيلو. هي الجهاز على الجارمن 25 كيلو. 25 كيلو هي 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 مو مسافه طوليه، لا كل حركتنا من التيك اوف لغايه ما رجعنا. الله يحفظكم يا رب. حبيبي يا حسام تشرفت فيك، طال عمرك. وبالمناسبه كياكك جميل جدا، يبي له شويه تعديلات بس. عربانتك من وين ماخذها؟ ماخذها مشوي. شلون تفصال؟ لا لا مو تفصال، جاهزه. خوش عربانه والله. كم هذه؟ 100 دينار. كم؟ 100. وين 100؟ وين لا ليتاتها كامله. وين 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 لاقيها وين؟ واحد يبيعها غير مطربات مطربات شوي خطوه. شارع رغمي عندك صح؟ اي دزلي وين مكانه؟ دزلك الفاتوره ما في. والفاتوره اهم شيء. الله يحفظك يا رب. حبيبي شلون حبيبي شرفتنا. لنا لقاء ان شاء الله. ان شاء الله. طول بعمرك. متابعيني اقول لكم الحين شكرا لمتابعتكم، لا تنسوني من الدعم مع الدكتور رشاد ابو كريم والطيب الطرابلسي. طرابلسي صح؟ طرابلسي. ايه وحسام اعرفكم عليهم الشباب طبعا. الله يحفظكم يا رب. لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب. تحياتي للجميع، اخوكم شاري العبدلي. فما الله.